استجابة لنداء الإنساني الذي أطلقته قناة اليمن اليوم حول معاناة النازحين بالضالع، قامت عدد من المنظمات بزيارة مواقع وتجمعات النازحين وتوزيع سلات غذائية للأسر النازحة، وكذلك الاطلاع على أوضاع معيشة. استجابة للتقارير الأخبارية ووسائل وفرق المسح الميداني والتحقق اللي نزلت لهذه المناطق، ومن ضمنها من ضمن الوسائل الإعلامية اللي بترفع على معاناة النازحين في المناطق هذه منها قناة اليمن اليوم، طبعا منظمة يمن أيد بالشراكة مع المجلس العام للحقوق والحريات ممثل بالدكتور أحمد الصباري، وأنا ممثل منظمة يمن أيد. وفيما يخص موجة النزوح الداخلية بالضالع، قال سالم الحالمي مدير عام مديرية دمت بأن الميليشيات تتحصن بمنازل المواطنين وممتلكاتهم مما ضاعف عدد النازحين. في تهجير يعني قسري للأسف بسبب اتخاذ الميليشيات الانقلابية من مدينة دمت خندق وتمترسوا حول المباني والمساكن المدنية، مما حدا بالسكان إلى أن ينزحوا خوفا على أنفسهم وعلى أبنائهم. أيضا الحصار المفروض هو بسبب قطع الطريق في جسر الحقب أو في جسر خاب الذي تم قطعه خلال المواجهات.